ليش الرسول دائما يربطنا بداود؟ ليش؟ لما جاء الصحابي، في واحد من الصحابة أبي سعيد الخدري يقول لك جئت للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله لقد رأيتني البارحة في رؤيا، يقول شفت نفسي في رؤيا. قال لو شفت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال رأيت أني أصلي أمام شجرة في الليل، هذا في المنام، ولما جاءت سجدة في السورة التي أقرأها سجدت، فلما سجدت سجدت الشجرة معي. يقول أبو سعيد فسمعت الشجرة تقول لما سجدت اللهم اكتب لي بها أجرا واغفر لي بها وزرا واجعلها عندك لي ذخرا واكتبها لي كما كتبتها لعبدك داود. يا الله يا داود، أنا أقول أنا جالس أستشعر كيف كان يسجد داود حتى سجدت الشجرة مثل سجوده. هذا تقريبا أحسن الأقوال في دعاء السجدة إذا جاءت سجدة في القرآن الكريم. وكيف أن الشجرة هذه سجدت لسجود داود؟ يعني رجل هذا عنده من العبادة شيء عظيم، سجود الشجرة كما سجد داود. اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص جئت للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام ولا أتزوج النساء. قال لا، بل صم وافطر وقم ونم وتزوج النساء فإنها من سنتي. فقال إني أريد أن أصوم ولا أفطر. طيب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر 3 أيام. قال أقدر على أكثر من ذلك. جلس ويا حتى قال صم يومين وافطر يوم. قال أقدر على أكثر من ذلك. قال صم يوم وافطر يوم. قال أقدر. قال لا، هذا صيام داود أفضل صيام. صلاة وصيام، الرسول يربطنا بداود. أنا بعطيكم ليش الرسول يربطنا بداود. طيب في أنبياء أخرى، ليش الحديث عن داود؟ يقول مررت على أبي موسى الأشعري في الليل فسمعته يتلو القرآن. يقول فلما سمعت صوته، صوت أبو موسى الأشعري جميل. في معلومة بالمناسبة، ما أدري تعرفونها ولا لا، أن صوت النبي من أجمل الأصوات في قراءة القرآن الكريم. أبو موسى الأشعري يقرأ وأعجب النبي بصوته فجلس يسمع. يوم جاء الصبح قال يا أبو موسى كيف لو رأيتني البارحة وقد مررت عليك وأنت تقرأ القرآن فتوقفت أسمعك، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.